سويت لكم عجينة كرات الجبنة وبعشر دقائق تخمير. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، يا عيني 10 دقائق تخمير وبس. شوفوا الطراوة كيف. وصفة اليوم بستخدم عجانة إديسون من السيف جاليري، سكر، حليب باودر وخميرة، دقيق، موية دافية. أركب أداة الخف. الميزة الجميلة فيها الإضاءة، شوفوا ما شاء الله كيف الفرق. هنبدأ نعجن، نغطيها ترتاح 10 دقائق. أضيف دقيق، زيت زيتون، بستخدم أداة العجن. نقسمها دوائر، نردها من هنا بهذا الشكل، أدهنهم بالبيض والحليب سمسم، وعلى الفرن من تحت 10 دقائق. وقت زبدة، حط عليها ثوم بقدونس. بعد ما طلعت من الفرن وهي حارة نحط عليها خليط الزبدة. شوفوا ما شاء الله كيف. شوفوا يا جماعة، يا ويلي يا جماعة، 10 دقائق بس تخمير وتطلع بهذه الطراوة وهشة. الله عليك أبو العز.